باسل العزيز. لا مش التمثيلي على اختيار لو موقف مش التمثيلي لو موقف طريف لو تصير لاعب ايش تختار اي لاعب لاعب كرة قدم؟ لا طبعا لان مو مال لاعب يعني لاعب يعني اساسا حب للتمثيل يعني يساوي حب للغناء وهي وان شاء الله مستقبلا نكون مشاريع بس الجمهور يراني احنا قلت لنا خياط احنا كان كنا مهيئين توقعنا الفريق بالبدايه كله راح يكون ويانا بس قسم منهم مشغولين بالرد الان على الهواتف بالاذاعه فكنا محضرين انه المهنه اللي تفكرون بيها او اللي تمارسوها او اللي ناويين تمارسوها بعد الاعتزال مثلا فانت قلت لنا انت خياط لو نعرف من الاول كان قلنا لك ممكن تجيب لنا وياك النماذج للاشياء تصير دعايه يعني نماذج الاشياء اللي هاي النماذج اللي لابسها وين محلك؟ بيش اللي يلقى بالمكان اللي طلع منك هذا مسار محلي مدينة الحرية أم الفنانين نعم أعتبرها نعم أسعارك لا زين الخياطة بالخياطة أفضل لو بالغناء تصور يعني بالأسعار إيه بالأسعار والله الغناء بعدني بدايتي بصراحة بس الخياطة بالخياطة ماشي زين تضرب ضربتك يعني إذا موقف طريف تذكره مشهد تمثيلي قلت لنا تحب التمثيل نعم. عندي أغنية إن شاء الله راح تكون هدية قريبا اسم الأغنية قصة حزينة نعم. فبيها يعني بيها يعني بيها هي اسمها قصة حزينة نعم. فالقصة كلها مرتبطة يعني ولو هو هذا المفروض سيرمو بس اللي قاعدين كلهم أساتذة ما تمنع واحد يضم نعم. عليهم سيرمو فتشي نعم. فالقصة ما بيها أنه ولو ما رد أطلب الحديث إنسان حبل بنية نعم. فيعني هي الإنسان الوحيد اللي رضى طموحه هواية فوصل وياها لحد الزواج يعني وانتهت الامور فبدأ يسرون الملابس والغراب حست بألم براسها مفاجئ. نعم. فبهالفتره يعني القصيره فقدها يعني ماتت. نعم. فايش راح يعاني هو الانسان؟ فعلا هاي خلقت قصه واني بافكار انه المطرب اللي يريد يطلع حاليا صحيح صوت ولحن بس العراق حاليا بدها تطلع بطاقات هواي. نعم يعني صحيح. فاعتقد المطرب الناجح المفروض يشمل هاي الشغلات. نعم. يعني الاغنيه يفكر بها مثل ما قال ابو سام الكلام نعم. شلون يدخل اذان وكلام همات مدروس واللحن كذلك وبنفس الوقت انا هم اضيف انه يدرس ويا المخرج السيناريو مال الاغنيه نعم. لان هم تعطي فتح حلاوه للاغنيه نعم. اذا ممكن هسه تسوي لنا المشهد التمثيلي؟ المشهد التمثيلي المشهد التمثيل عادي يعني انه لو اكو واحد ما مش قال مود يعني يطلع لا قريبه يمه ما يصير شلون ماكو من يصير المود انا لازم ثنائي هسه دورك انت دورك ايه هو دوري لي صورها ما تتسيب منين نجيب لك اياها وقعت يلا شو اسوي هسه وقعت مو يلا خلاص ريلاكس خلي ارتاح ترتاح ما لي شغل ترتاح يا ماتت شلون ترتاح وصل ال 100 كتله ما وقتك نعم. يعني صيح لا صيح شتري بالاغنيه هو الانفعال انه منك من شو يقول الزمن بيش عمال عكس ويلف مقلوب حلم الاريده رحال يا دنيا قدر مكتوب يا دنيا قدر مكتوب قصتي قصه حزينه الفنان رائد جورج موقف طريف مقلب احد سوابي انت هسه قاعد بالجلسه يم احمد راضي ما جتك فد اشاره فد حركه فد لا فيتك مثلا لا توعدنا الجماعه ما ادري عندنا شغله بس هو عصبي انا كنت حارش فينا لا الحقيقه ما دائما اخذ شغلات جديات فما اتذكر لا مو زين مو زين انت فنان موقف طريف يعني كل الجديات تنتهي من وقت اكيد ارجع طبعا موقف طريف او مشهد لا او مشهد تمثيل صعب تمثيل ما اقدر اذا موقف طريف او موقف طريف مرات يعني مره كان دعازف وصعدت الاورجن كان مو مالتي يعني غير اورجن اورجن مالتي كان عاطل فصعدت للحفله يعني هذا مو موقف طريف طلع مو فالعازف طلع مصفر الاورجن يعني صفر ماكو بي اصوات وبقالي اورجن واحد فجبت اورجن عادي و بي اس ار مشي هذا موقف محرج يعني محرج شوي طريف يعني انفعالاتك يعني حتى الموقف الطريف يطلع محرج اي تحسين حتى لا تنعس لا صحيتوا صحيت صدق قامي صحيح موقف قبل شوي سألناك وما تذكرت
اذكرك بها. شلون منفزسكم ما ادري ايش لبس شرشف ما سوى هو يوميا سفراتي ودام بس شرشف وقناع. شرشف وقناع شنو ياخذه وياه يعني القناع لو يشتريه منك؟ لا وياه عنده وما عرفته بيه يعني على طول. اذا هو نفس القناع هو يخوف القناع وجهي يخوف. شلون ما تخافين دنيا ليل؟ لا يعني ما تعودتوا عليه اقصد. هو يخوف حتى لو متعود يفتح الباب ويتفاجئ بفد شيء يعني تبقى متفاجئ يعني. يا ريت لو جايب لنا القناع احنا راح نطالبك بالقناع. والله بالفتره الاخيره ما قلت استخدم هاي الاساليب يعني صارت عتيقه. شنو اساليبك؟ ما القناع بس بديتها يعني بس احكي لك فتره بالممر مال الفندق كان جاي دكتور سمير سعد الله فانا لبست له قناع واختلت له يعني اكو جدار مال الباب نزله يعني اختلت له فهو هيجي فطلعت له هيجي وهيك امشي له يعني هيك خطوات ثابته هو يقول لي والله بربك انت سبب مرضه يعني سبب مرضه يمكن هو جعل ايه ويجزم الهذامات يقول والله بربك سعد والله موقف سفر من السفرات هذه من دخل يعني بنروح التمرين فاحنا نزلنا انا وكريم علاني متاخرين بالمصعد عصبي من المصعد والطابق الثاني فعلى اساس كريم علاني سبع وياي يعني ليش جايني انه سعد لا تخاف ما شنو قلت له كريم راح نختنق راح نموت فقلت لا تخاف لا ما يخاف انا يمك شو هناك كل يوم بضرب بالمصعد حيل لا قول راح اموت راكي معنا اسمه من عندي حبيب ايه هم القناع هم في المرس الداخل فهد من جماعتنا شو هذا دفرني يعني انت لبست القناع؟ ايه انا لبست داخل طبعا ايه دفرني بس يا احمد مال الاردن هم هنا استعمل غير طريقة يعني هسه طريقة جديدة مال الحريق مال الحريق مال يطفي النار. شلون هذه الطريقه تسوي حريق وهمي؟ هاي مال اطفاء الحرايق حطوها بالفنادق. فالجماعه نزلوا من المصعد تعرفين نبات بوتمنيوم اوتش يضربك الهواء مال اوتش فتفزت فزين كلش قويه. فاني قاعد لهم وين على المصعد فيا جماعه دخلوا يفوتون ورشهم على رجلين فشوفهم قمزاتهم بس هذه اكو كاميرا تسجل لو تتفق ويا واحد والله جربنا مره بس قال يعاقبوني بس انت راي جورج راح يقوم يلقى الكرسي ويا يجوز والله هيك جاي وياك سيكوتين تشتري شغلات يعني ما ادري بيها هيك لا تدري يعني ننتقل الى الفنان كاظم الساهر وانطيناك فرصه ان ترتاح وتنام ونطلع لك ايش قد تاخذ اجور بالحفله؟ هواي ايش قد يعني؟ 30,000 من الأسعار الجديدة؟ نعم والله ما أعرف منو اللي يتفق؟ منذر أعمالي نعم يعني 30,000 لو أكثر لو أقل. شوفي أنا مقرر أنه هذه السفرات بعد هذه السفرات كل الحفلات مقررها أن تكون خيرية أتمنى أنه بادرة من وزارة الإعلام نعم وبادرة من نقاط الفنانين نعم لان للاسف مثلا كثير يجون مثلا يقولوا لي حفله وهاي خاصه اللي رايحها مثلا لفلان الجمعيه ما ادري شنو بس هي تصير ان شاء الله راح اشوفين ان الحفلات راح اسويها مثل السفره قبل سفرتي هذه الاخيره سويت حفله لنقاط الفنانين بالموصل ملعب الشعب وسويت حفله للاتحاد النساء وحاليا كل حفلات الجماهيريه اللي اسويها هي خيريه كلها بدون استثناء اي حفله نعم اذا تسمح لي يعني ارجو ان ما اكون داكشف سر لكن الحفلات الخيريه صادف يعني شوف هسه ذكرت عن طريق الصدفه واني كنت في مكان وبالضبط اصور كان منذر اللي حضر يعني اللي يتكلم عن هذا الموضوع فعلا هو الطرح كانت على اساس خيريه بس شنو اللي راد؟ راد ان تباع البطاقات بشكل الزامي على المدارس طلاب وطالبات المدارس وبسعر دينارين فبشكل الزامي هنا ما عادت خيريه، اولا الزام ماكو وثانيا يعني هذه انت اذا تاخذ ملازم كل المدارس اذا تاخذ